الحقيقة في تقرير عن أردوغان كشف عن أكبر مشروع سكني في تاريخ تركيا، هو اللي كشف عنه. هو أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في حفل تعريف لمشروع بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، وده شيء كويس، أكبر مشروع سكني في تاريخ تركيا. لما تيجي عندنا تفتكر عندنا، تلاقي احنا عندنا أكبر مشروع هدم في تاريخ مصر، أهو يبلغ 500,000 مسكن و 250,000 أرض صالحة للإعمار و 50,000 مكان عمل في جميع الولايات التركية خلال فترة لا تتجاوز 2028. انت بقى تيجي تبص في مصر تلاقي أكبر مشروع هدم في تاريخ مصر، أكبر مشروع إخلاء بيوت، والناس مش شحططة ما بين البحث عن بديل للشقة وما بين ساحات المحاكم. خلينا نشوف الخبر ده. القضاء المصري يقرر إعادة المرافعة في قضية وقف إزالات نزلة السمان. وخلال الفترة الأخيرة دي ناس كثيرة اشتكت من تأخر إجراءات إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، واللي قدموا عليها من 3 سنين رغم أنهم دفعوا رسوم كثيرة جدا، وقالوا أن الحكومة تقريبا خدعتهم. والسؤال، هل خدعت الحكومة المصرية المتصالحين في مخالفات البناء؟ كنا زعنا الخبر ده من كام يوم، لكن الحكومة مقلب حنين قررت الحقيقة تسمع لصرخات الناس واللي بيشتكوا من ملفات التصالح، وقررت انها تعمل تشريع جديد زي بيقول الخبر ده، يحمي منزلك من الإزالة. تشريع جديد ينتظر المصريون لإنهاء ملفات التصالح، ندفع بقى فلوس جديدة ونخش الدائرة الجهنمية الجديدة. يلا مين جاي بقى؟ ده هو السؤال المهم، مين اللي هيرجع الناس الغلابة بيوتهم اللي تهدد في طول البلاد وعرضها، زي الست دي اللي طفحة الدم عشان تبني بيت يسترها في محافظة مرسى مطروح، أم جات الحكومة بمنتهى البساطة مكنش عندنا حاجة تطوير، الولية معاها ورق يثبت وضعها القانوني. اسمع الست بتقول ايه. هذا الشعب لم يجد من يحن عليه، عليه كذب. لو الثقة خدوا الشنط طلعوا بيها على قطر. ازاي يعني؟ طب المطارات ما فيهاش كاميرات، الرئيس مرسي وهو واخد الشنط وطالع، ما هو طالع من مطار القاهرة رايح الدوحة بيهرب الشنط، ما فيش كاميرات، خد الشنط. لا والبهايم قاعدين قدامه، الشنط دي كان فيها وثائق يا حلاليف، واحد بيقول لك رواية ما فيش منطق، خدوا الشنط. طب يسربوها واحدة وبعدين ياخدوا الشنط ليه؟ ما يبعتوها على دروب بوكس. وقعد ابراهيم عيسى والشنط، وقعد قلوبنا عسل تقول لك مش يعني. هذا الشعب لم يجد من يحن عليه، نفس الكذبة، زي ما الست الغلبانة دي فقرت بيتها في مطروح عشان التطوير اللي الحكومة عم تتكلم عنه. في برضو آلاف المواطنين في سيناء قاعدين مهددين عشان بيوتهم اللي هتتهد لصالح مشروعات التطوير الجديدة في العريش. فعلا تم هدم بيوتهم من يومين تقريبا زي ما نشر واحد من أهالي العريش الفيديو ده.